داليا تحت رعاية رئاسة جامعة دمشق ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية الموارد البشرية وجمعية أمل الغد، أقامت جامعة دمشق احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة تحت عنوان الإعاقة انطلاقة، لتسليط الضوء على أهمية اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. فهن أصحاب همم وبهمتهم صنعوا المستحيلات، فمنذ عام 1992 بيحتفل العالم باليوم الثالث من كانون الأول سنويا باليوم العالمي لذوي الإعاقة بهدف دعمهم والوقوف لجانبهم، لحتى نتعرف بشكل أكبر بحقوق الأفراد ذوي الإعاقة، لنحكي أكثر عن هالاحتفالية ودور جمعية الموارد البشرية بالاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة. بيسعدنا نرحب بالدكتور منير عباس مدير جمعية الموارد البشرية. صباح الخير دكتور، وأهلا صباح وسهلا الخير، فيك. أهلا وسهلا فيكم، كيف يسعد صحتكم؟ صباحك، أهلا وسهلا فيك. يعني دكتور، خلينا نوجه الحديث بالبداية عن جمعية الموارد البشرية وتأسيسها ونسلط الضوء عليها. نحن جمعية الموارد البشرية هي جمعية أهلية غير حكومية غير ربحية، تأسست بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بال 2007. بال 2017 احتفلنا بالعيد العاشر لتأسيس الجمعية، 10 سنوات من الإنجاز، مشاريع متنوعة. أهداف الجمعية الأساسية هو إنه ننشر ممارسات الـ HR الصحيحة بسوريا. طبعا إذا بدك تقولي لي شو تقارب ملفنا مع ملف الإعاقة، نحن هلا واحدة من أهداف الجمعية تأهيل الكوادر البشرية لدخول سوق العمل، ونحن بنعتبر ذوي الاحتياجات الخاصة فئة من المجتمع، ما بنعاملهم بشكل خاص لهم لأنه هو فئة من المجتمع، وما عندنا أي نوع من الشفقة لأنه صحيح. نحن من أهله، لأنه هو بالنهاية مواطن سوري من حقه الحصول على فرصة عمل. نتعامل معهم بطريقة أنه هذا الشخص جاي يتأهل ويفوت سوق العمل. نحن بال 2010 عملنا أول معرض فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بسوريا، وعلى أثره توظف عدد بسيط. انا من شان تابع سنويا لهالامور هي كلاتها، تواصلت معهم من الفئه اللي توظفت 7 بس استقالوا. في شيء بدي ضوي عليه انه ذوي الاحتياجات الخاصه وقت يتوظفوا عندهم استقرار وظيفي كثير كبير، عندهم اخلاص في العمل كثير كبير، ما بيتنقلوا. وانا اخذت الفيدباك يعني كلاتها من الشركات والمنظمات اللي وظفتهم، قالوا رائعين جدا. وطبعا في ناس كلها محسبه ذوي الاعاقه هي كلاتها أسوأ انواع من الاعاقه، لا ما هيك. الإعاقة أي واحد ممكن تكون حسب درجاتها، في عندنا بعض الناس عندهم إعاقات مخفية غير ظاهرة، ولكن نحن بنشوف الإعاقات الجسدية، فإذا بدك تاخدي أنت الإعاقة بتعريفها كلياتها بيطلع كثير من الناس عندهم إعاقات اللي ما عارفانين فيها. صحيح. بينما نحن اخذين المفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة اللي في عندهم بعض النقص في أدائهم الجسدي اللي بيأثر على أدائهم بالنهاية. هدول الناس من حقهم كلياتهم فرص عمل حقيقية، يدخلوا سوق العمل بسيفيات حقيقية، ليس هناك نظرة شفقة لهم، بالعكس نحن كلياتنا بنعتبرهم جزء من المجتمع ولهم الحق انهم يوصلوا وياخذوا وينسمع صوتهم. كدور الجمعيه نحن كلياتها تضامنا معهم بيوم الاعاقه العالمي، واللي رتب الفعاليه كلياتها هو انسه اسمها منى عمقي، هي واحده من ذوي الاحتياجات الخاصه وذهلنا بقدراتها، هي اللي عملت الايفنت. انا بدي اوجه لها شكر خاص لانه لولاها ما كانت الاحتفاليه بنوجه لها رائعه. تحيه من اسمها كمان. الاحتفاليه سمتها هي واطلقت عليها الاسم، سمتها الاعاقه انطلاقه، وقالت انه كل واحد عنده احتياج خاص او اعاقه هي لازم تكون بذره دخول لشيء اسمه انطلاقه وليس بذره احباط، ويعني كانت رائعه جدا. وانا كثير اهتميت بهذا الموضوع وحكينا عن اهم شيء انه نادينا بتاهيل بنى التحتيه لحتى نقدر ذوي الاحتياجات الخاصه يقدروا يدخلوا المجتمع بسهوله. مثلا مكان الاحتفاليه نفسه كان بده تاهيل شوي، مثلا رامبات، مناطق لسهولة دخول هدول الأشخاص، لأنه تعرف في أحيانا في كراسي متحركة، أحيانا في عكاز، أحيانا في أدوات مساعدة لحتى يقوموا بحركة كاملة. فقلنا بركي من خلال منبركم ومن خلال عدة جهود متضافرة مع بعض البعض بالنادي بأنه كل منشأة تقدر تأهل نفسها بحيث أنه تستوعب ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الشيء لأنه واحدة من معايير قياس ترقي وتقدم المجتمعات هو درجة إدماج الاحتياجات الخاصة في المجتمع، فنحن لازم نحطه هذا المعيار وما نستنى كل سنة ليوم الإعاقة العالمي لحتى نعمل كم حدث. وبالخاص كمان أنه بارك كنا عم نركز على شيء، خلينا نطلع بتوصيات ونحاسب نفسنا بعد سنة. مثلا قلنا بدنا نعمل الجزء الثاني معرض فرص العمل، نعمل معرض فرص عمل خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، يتقدم ذوي الاحتياجات الخاصة بسي في للشركات،
وضوينا كمان على الجزء من قانون العمل بالقطاع الخاص اللي بيفرض 2% من قوة العمل على المنظمات في القطاع الخاص أنه يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حال عدم رغبتهم بتوظيفهم يجب أن يدفع الحد الأدنى من أجورهم سنويا لهيئة التشغيل سابقا لصندوق اسمه صندوق مساندة الاحتياجات الخاصة، لمنشان يعمل هذا الصندوق مشاريع متوسطة وصغيرة لهم. فكنا امبارح عم نحاسب عم نقول هل يعمل بهذا القانون؟ هل الناس بعد أخذته بعين الاعتبار؟ وطبعا اللي احنا بنعرف الإحصائيات بتقول نسبتهم عالميا بالمجتمعات اللي ما فيها حروب ولا أزمات 15%، ما بالك بأزمة مثلنا اللي احنا هون قد ايه زادت نسبتهم. صحيح. بحب بس أقول شغلي إنه اللي احنا محاسبين إنه ذوي الاحتياجات الخاصة ولدوا فيها. ولدوا لا احنا بأي لحظة ممكن نصير ذوي احتياجات خاصة، بأي حادث سيارة ممكن نصير من الفئة هي من المجتمع، لذلك لازم نحفظ حقوقهم ونحفظ حقوقنا للمستقبل كمان، لانه هدول فئه من المجتمع في حال همشتيهم همشتي 15 ل 20% من المجتمع. نعم نعم دكتور، يعني هيك حكيك كثير فيه امل، واكيد يمكن شغلكم على ارض الواقع اكيد بيحمل هيك امل وتفاؤل ونجاحات لذوي الاعاقه. خلينا نروح نشوف الاحتفاليه سوا يلي صارت وبنرجع بنتابع حديثنا. الهدف منه هو إشعار باقي المواطنين بأن هؤلاء لهم حقوق علينا كما أنهم يؤدون واجباتهم في المجتمع، نوع من التذكير بأنهم يستطيعون أن يكونوا منتجين وأنهم متساوون في الحقوق معنا وأننا يجب أن نكون معهم يدا بيد. هذا اليوم الهدف منه دمج هالشريحة هي من المعاقين بالمجتمع سياسيا واجتماعيا وثقافيا. دائما لازم نكون كلياتنا ايد واحده. هذا المعاق ممكن يكون موجود باي منزل، بيكون باي بيت، باي شارع. رسالتي للمجتمع هون انه نحاول نكون كلياتنا يد بيد معه لحتى ندمجه بهالحياه، لانه هن موجودين على الارض. نحن عم نحتفل لهم بهذا اليوم تكريم لهم، بما أنه سيد الرئيس وسيد الأولى كرمتهم بإعطائهم مقاعد خاصة بالجامعات، مقاعد خاصة بالمفاضلات، مقاعد خاصة بالمدن الجامعية، نحن أيضا يجب علينا وواجب علينا تكريمهم في اليوم الثالث من شهر كانون. هي الاحتفالية هي مهمة كتير، مو بس لأنها للمجتمع بأكمله، هي الهدف منها إيصال فكرة للمجتمع حول أنه ذوي الإعاقة. هلأ ليك أنا رح أحكي بموضوعية كاملة، أنه المجتمع بيعرف النظرة السلبية لذوي الإعاقة أي بكل صراحة، أما العامل الإيجابي الطاقة الإيجابية شو بنقدر نعمل إن شاء الله بهالاحتفالية رح نرجيكم. الفعالية نحن بدنا نوصل رسالة أنه المعاقين هن مو اسم المعاقين، هو ذوي إعاقة عندهم إعاقة معينة، قادرين يعملوا شيء، قادرين يكونوا موجودين بالأرض، يشتغلوا، يدرسوا، ما في شيء بيعيقهم. بهذا اليوم احنا بنوصل رسالة للناس كلها أنه تعرف أنه نحن ما نمهمشين، نحن جزء من هذا المجتمع، جزء قادر يعمل كل شيء، ما بيقدر أنه حدا يعيقه. رح يكون عنا جلسة حوار من قبل العديد من المسؤولين، رح نطرح فيها الإنجازات والأشياء اللي تقدمت لذوي الاحتياجات وشو كمان المتطلبات للسنين الجاية، مشان نقدر بالسنين الجاية كل السنة نحكي إنه نحن شو أنجزنا وشو سوينا وشو اللي بيريده المعاق. دكتور، شفنا بالتقرير انه انتم عرضتوا ايضا يمكن فيديوهات لامثله مثل ما كانت عم تحكي ليا عن يمكن تجارب لذوي الاعاقه واللي نجحوا بحياتهم، كان عندهم اراده وتصميم. دوركم كمان كجمعيه برعايه هدول الناس اللي عندهم هالاراده طبعا صحيا وتامين اللي بيلزمهم كمان نحكي عنه.
نحن هلا في كثير تجارب نجاح للاسف مثلا مو كلياتها بتضوى عليها، بس بهالمناسبه ضوينا على عده امثله كانت عمليه وسوريه، يعني مو امثله جبناها من برا وقلنا هي بتصير بالمجتمعات اللي برا. في عنا قصص نجاح في اشخاص مثلا اثبتوا نفسهم متفوقين علميا على الرغم من انه كان مكفوف الشخص اللي حطيناه وحكى كلمه، هو شخص مكفوف وهو من الاوائل بجامعته وهلا صار مسؤول عن المركز تبع عاملين مركز في كليه الاداب هونيك خاص بالمكفوفين، هو المسؤول عنه وبيقرا طبعا بلغه برايت كلياتها الطريقه تبع المكفوفين، هذا متفوق. الشخص الثاني اللي احنا شفناه كمان واحد من الطلاب كمان متفوق في هندسه المعلوم كثير ميكانيك. في عنا قصه نجاح انا بعرفها كمان اللي هي واحد عنده مكتب ترجمه، هو معاق يعني وعنده مثل شلل في الاطراف السفليه، فعنده مكتب ترجمه ومشغل 12 واحد منهم 10 مو من ذوي الاعاقات كمان ذوي الاحتياجات الخاصه، فانا عم اقول له عم تتضامن لازم انك تجيب كمان ذوي الاحتياجات الخاصه تامن لهم فرص عمل. قال لي لا نحن لازم نثبت للكل انه نحن فئه من المجتمع، مو نحن وقت ناخذ فرصه وظيفيه بنشغل بس الاشخاص اللي مثلنا. في عندك كمان مركز للتنظيف والكوي عندنا هون تجربة ناجحة جدا، كل اللي عم يشتغلوا فيه عندنا هو ببرزة موجود، كل اللي عم يشتغلوا فيه هو ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا من تجاربي خلال دوراتي مثلا جولتي بالعالم كلياته شفت مرة سوبر ماركت كاملة يديرها ويقوم بخدمة كل الزبائن فيها ذوي الاحتياجات الخاصة ومؤهلة بالكمبيوتر كلياته موجودين، موجود فيها 112 عامل وعاملة كلياتهم كل السوبر ماركت، ولدعم هي الفئة من الناس كل أهل الحي بيشتروا من هالسوبر ماركت هي. فأنت ممكن كتير تدمجيهم، يعني نحن هلأ بداية الدمج تأهيل البنية التحتية، ثاني شيء تغيير صورة الإعاقة وتعريفها بشكل أفضل للاحتياجات الخاصة وإعطاء الأمثلة الناجحة منهم دائما وتضوية الإعلام عليها دائما، مشان ما دائما ناخذ هن كثير عندهم ناس عندهم من نفسهم ما بيحبوا شعور الشفقة عليهم، هن بدهم فرصة عمل حقيقية لحتى يفوتوا بالمجتمعات. أنا بنحنا بس بدنا ننوه على شغلة إنه نحن مو جمعية اللي مهتمين بذوي الاحتياجات الخاصة، بس نحن بنحسها مسؤولية مجتمعية علينا، فكل جمعية حتى لو ما كان هذا ملفها مسؤولية مجتمعية عليها، منشان هالفئة هي من المجتمع لازم تتحمل هالمسؤولية وتساهم وتأدي دورها شو ما كان اختصاص الجمعية. فلحنا وقت عملنا وشاركنا بالفعالية مو لأنه هو من أهداف الجمعية بس فقط أنه إدماج، لحنا بنعتبرهم فئة من المجتمع السوري ومن حقهم ياخذوا نفس الكفاءات ونفس المعونات ونفس المساعدات اللي احنا بنقدمها لكل فئات المجتمع السوري. نعم، ويمكن بدنا دورات للناس الأصحاء يمكن لحتى يكون يمكن سلوكهم صح مع ذوي الإعاقة. تماما، لازم نأهل الطرف الآخر مو بس هن نأهلهم، نأهل الطرف الآخر لإدماج هي الفئة من المجتمع وتقبلها وإعادة تعريف الإعاقة. مثلا نحن امبارح أطلقنا تسميات جديدة على الاحتياجات الخاصة، أطلقنا عليها ذوي الهمم، ذوي القدرات العالية، ذوي التصميم العالي، ذوي الطموح. ممكن كثير مثلا كلمة إعاقة نفسها أحيانا بتكون في معنى سلبي لها لأنه المجتمع أعطاها هي الصيغة، هي بالإنجليزي disabled، فأنت كيف جاب بالك تفسريها هي بتعود لإلك، كل مجتمع بيفسرها. بالإمارات العربية يعني عاملين تعريف لها ذوي الهمم، فكلياتهم ممنوع تقولي أنت ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة. بس إحنا بغض النظر عن التسمية بدنا المضمون وبدنا النتائج، كيف ممكن ندمج هالفئة من المجتمع داخل مجتمعاتنا كلياتها وتاخذ فرصتها. نعم دكتور، يمكن مثل ما قالت لي الإعاقة مو بالجسد، الإعاقة بالعقل، ولكن نحن لازم تكون إرادتنا تجاه أي إعاقة هي أكبر من هيك حتى نقدر نستمر وننتج بالحياة. خلينا نحكي عن النشاطات القادمة لكم طبعا بسوق العمل، شو بيحتاجوا السوق السوري؟ طبعا نحن أول شيء اليوم اليوم العالمي للتطوع، وأنا بدي أقول كلام وأنت بخير لكل متطوع في هذا البلد، وبدي أحيي متطوعين الجمعية اللي عددهم زاد عن 850 متطوع وصاروا بمراكز وظيفية رائعة جدا. فلحنا هلا بدنا نقول إنه نشاطات الجمعية حافلة جدا، 10 سنين من الازدهار الحمد لله، وآخر شهرين من كل سنة مثل ما بتعرفوا بيكون كل الخطط والبرامج لازم يتم تنفيذها قبل نهاية العام. حاليا عم نعمل شهر الموارد البشرية، بلشنا فيه من 16/11 عم نعمله بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية بمركز عيادات العمل في جامعة دمشق. يوميا بيجي مدربين ومدراء شركات وناس مؤهلين من الجمعية بيعطوا ورشات تدريب. الدعوة عامة، يا ريت الناس كلها تعرف الشيء هذا، الدعوة عامة في مركز عيادات العمل في منطقة البرامكة جانب كلية الهندسة المدنية والعمارة. هذا نشاط. النشاط الثاني حنطلق سلسلة اسمها سلسلة مهارات قيادية بالتعاون مع الجامعة السورية الخاصة في مسرح اللايك، معهد الشهيد باسل حافظ الأسد الموجود في شارع بغداد، كمان الدعوة عامة والمسرح يستوعب أكثر من 500
مستفيد. حنفتحها هي الورشات كل أربعاء الساعة 4. في عنا بنفس الوقت احنا هلا النشاطات اللي عملناها يوم العمل التطوعي اللي احنا عاملينه كلياته، اجتماع مع المتطوعين كلياته ووضع خطط يقوم بالإشراف عليها متطوعين. يعني المتطوع ما نهاوي عنا، المتطوع هو إنسان بروفيشنال، هو حيكون بروجكت مانجر ويكون مسؤول عن مشروعه. نحن ما بدنا هواة، نحن بدنا متطوعين، ناس تدخل سوق العمل بروفيشنال، والتطوع هو أداة للدخول صحيح. سوق العمل. نعم، موفقين يا رب دكتور منير عباس، ونحن أكيد بنوجه تحية لكل الجهود المبذولة يمكن لحتى تطوير الشخص بإعاقة وبدون إعاقة، بهمة وبدون همم، أصحاب الهمم أيضا. شكرا كثير لحضورك، وشكرا كثير لجهودكم أيضا. شكرا لكم، شكرا لوجودك معنا، وموفقين بكل النشاطات طبعا القادمة. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم.